نجمة الموجودة معانا النهاردة أول مرة في حياتي ألتقي بيها، ولكن من دخلتها في الاستوديو من أول ما دخلت وهي عبارة عن شخص صريح جدا. أنا عملت، أنا سويت، أنا مستنية بنتي تولد، أنا في طاقة حب للحياة غريبة جدا. حتى لما سألتها قلت لها أنت اختفيتي، أنت مش موجودة، قالت لي لا أنا بس من 2000 ل 8 سنين بعدهم، لكن بعد كده ابتديت ارجع وابتديت اشتغل واصلي عملت واصلي مش عايزه احرق. هي قالت ايه لان انا هسالها في الحوار. بيسعدنا يكون معانا نجمه من نجوم الزمن الجميل وحاليا موجوده وبشده، سميره صدقي. اهلا وسهلا، نورتينا وشرفتينا. يا اهلا وسهلا بيكي، واهلا وسهلا بالقمر بتاعنا، وكل سنه وانتم طيبين. انت القمر، بصي الكاميرا حبت يعني قمر على الشاشه. وجمهورنا طيب ورمضان كريم عليهم وسنه سعيده عليهم كمان. كل سنة وانتوا طيبين. وبعدين طيبة ومنورانا وسعداء بوجودك، وفعلا زي ما فدا قالت طاقة كده إيجابية دخلت علينا. في فترة انت غبتي فيها، ناس كتير افتكرت ان انت اعتزلتي، لكن انت قلتي ان انا والدتي توفت وصبت بالاكتئاب فتخنت. ايه اللي حصل يعني؟ احكي لنا الملابسات دي حصلت ازاي. اولا قبل ما اخش في الحكايه انا عايزه اقول حاجه تانية، ان انا لما دخلت هنا المكان انا حاسه ان انا يعني ايه متربيين مع بعضينا. ده انت فوق راسنا والله. انتوا بتسيبوا طابع للمتلقي حلو قوي، ويحسوا ان هم من كنتوا في كل بيت قريبين للناس جدا. فده شيء جميل، فهو ده اللي بيقطع الحاجز بينك وبين اي ضيف تجيبوه يعني. جميله والله. الله يخليكي. اما بالنسبه لي انا، انا بنت وحيده لا صبيان ولا بنات. اوكي. وامي كانت صاحبتي وهي اقرب لها وحاجه ليا، ووالدي متوفي من 82 فما كانش حد قدامي الا هي. فلما راحت الحاله النفسيه بتاعتي تعبت، فمع الحاله النفسيه تخنت، مش اكل ومش غدد ومش هرمونات، اكتئاب تتخني من غير ما تعرفي ايه هو السبب. فاضطريت ان انا عملت حاجه اسمها تدبيس معده. قبل ما اعمل تدبيس معده في 2005 كنت بسافر على ليبيا اعمل مسرح، لان مش قادره ابعد بعيد عن الشغلين، عاملين زي السمك اللي يطلع من الميه يموت. فقدمت مسرح في ليبيا، فصلت روايات عليا، جزاره، صاحبه قهوه، معلمه، على حجمك الجديد يعني، على حجمي. وبدات عملت هناك كل سنه كنت اروح اعمل موسم لحد 11/2005 عملت عمليه التدبيس. قعدت بقى نزلت نزله غريبه في سنه، نزلت لغايه 40 كيلو. بدات اخد فيتامينات عشان اقدر اتقوى شويه. وشك طبعا دبل. ده مش وشي وبس، ده كلي عملت كده. وبعدين بدات اخد فيتامينات حقن وبتاع وحاجات كده لغايه ما قدرت. طبعا انت عارفه تدبيس المعده ان انا لغايه دلوقتي ما باكلش، انا عايشه على عيش وجبنه بس.